أكد وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني أن منع وصول المواد الإغاثية من قبل المسلحين لمخيم اليرموك بدمشق هو جريمة حرب، مشددا على أنه لن يتم السماح باستخدام أبناء المخيم دروعا بشرية للمسلحين الذين يجب أن يفهموا أن مشكلتهم لن تبقى مع الدولة السورية فقط وإنما مع الشعب الفلسطيني بكامله. ولفت مجدلاني أن مصادر إطلاق النار على قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى مخيم اليرموك أمس كانت محددة ومعروفة.